بخصوص جلسة اليوم، يعني تم عرض 13 أستاذا وأستاذة أمام أنظار المحكمة الابتدائية بالرباط للنظر فيما نسب إليهم من تهم نعتبرها تهم كيدية وواهية لا أساس لها من الصحة. تم التدبيج يعني صك الاتهام يعني فارغ من محتواه، الهدف منه هو ترهيب الأساتذة سواء المتابعين أو الأساتذة باقي الأساتذة المناضلين، ترهيبهم وثنيهم عن مواصلة يعني كفاحهم من أجل نيل حقهم المشروع، حقهم الدستوري في وظيفة عمومية قارة تضمن لهم الاستقرار النفسي والاجتماعي والمادي، وأيضا النضال من أجل القطع مع هذا النمط من التوظيف بالتعاقد. كانت جلسة اليوم جلسة يعني 27 مايو، كانت قبل وسبقت هذه الجلسة جلسة 20 مايو حيث تم عرض 20 أستاذا، قضت نفس المحكمة بتأجيل البث أو النظر في الملف إلى تاريخ 16 سبتمبر عفوا المقبل، وجلسة اليوم يعني تم يعني تأجيلها إلى تاريخ 23 سبتمبر. تحية نضالية، معكم الأستاذ عثمان الرحموني عضو لجنة الإعلام الوطني والمنسق الجهوي للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بجهة الدار البيضاء ستات. إذا كما تتبعتم معنا كان هذا الشكل النضالي هو تزامنا مع المحاكمة السورية في حق الأساتذة والأستاذات الذين فرض عليهم التعاقد، الدفعة الثانية من الأساتذة الذين تم اختطافهم في الإنزال الوطني الأخير بمدينة الرباط. هنا اليوم يعرضون على أطوار المحاكمة السورية في نهج واضح للدولة ديال أن تحرف مسار التنسيقية ومسار النضال من أجل إسقاط مخطط التعاقد. إذا الدولة ماضية في محاولة الحسم مع هذه الحركة الاحتجاجية باعتبارها هي الحركة الاحتجاجية القوية الآن في الشارع المغربي، وتناضل على مطالب اللي هي تتقاسم مع مطالب الشعب المغربي، وهي مطلب المدرسة العمومية المجانية وكذلك الحق في الوظيفة القارة. إذا عندما نطالب بالإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية وعندما نطالب بحق التلاميذ في التحصيل الدراسي المجاني، فنحن نلتف حول المطالب الشعبية في مدرسة عمومية. الدولة نيتها واضحة، رفع يدها عن المدرسة العمومية وتفويتها للقطاع الخاص، ولا أدل على ذلك هو عزمها على خصصة التعليم وبيع المدارس، حتى وصل بها المدى إلى بيع المدارس كبقع جغرافية في جهة الدار البيضاء. تم تفويت مدرسة المستشفى خصوصي من هي واضحة ديال الاستثمار في هذا القطاع العمومي. وبالتالي نحن من داخل التنسيقية الوطنية نقول بأن هذه المحاكمات وسابقتها كذلك الاغتيال ديال الشهيد القضية عبد الله حجيلي، وسابقها كذلك الرفس والسحل في الشوارع والاعتقالات والمحاكمات السورية هنا وهناك في كل المديريات على امتداد الوطن الجارح، لن تثنينا على مواصلة درب النضال، لن تثنينا ولن نتراجع كذلك عن رفع مطالبنا التي اكتسبت العدالة والمشروعية باستماتة الأساتذة ودفاعهم على حقهم في الإدماج إسوة بزملائهم الموظفين ما قبل 2016. إذا نحن من داخل التنسيقية وهذا المستجد ديال المحاكمات وتأجيلها إلى غاية شهر شتنبر، الدفعة الأولى التي أجلت ل 16 شتنبر والدفعة اليوم التي تم تأجيلها كذلك 23 شتنبر، إن هي واضحة ديال إرهاق الأساتذة وإرهاق على المستوى النفسي للأساتذة المتابعين وكذلك إرهاق التنسيقية ببرامج نضالية تحسينية للأساتذة المتابعين. نقول بأن هذه الممارسات القديمة الجديدة من طرف الدولة لن تثنينا، وأننا قادرون ولنا من التكتيكات ما يكفي لتحصيل الأساتذة وكذلك تحصيل المعركات، معركة الدفاع على المدرسة العمومية وحقنا في الإدماج في أسلاك هذه الوظيفة العمومية وإسقاط مخطط التعاقد، إسقاط هذا المخطط اللي هو المدخل الأساسي لضمان المجانية ديال التعليم وحق وليدات الشعب باش يقراو وباش يتوظفوا وظيفة عمومية. نقول بأن هذه المحاكمات اللي كتمشي بهذا التسويف والمماطلة والهروب إلى الأمام وتأجيلها جلسة بعد جلسة، إنما الهدف منها هو ثني الأساتذة وإرهابهم الإرهاب النفسي على أساس أنهم مجرمون، لكن هم يناضلون بشرف من أجل المدرسة العمومية، لهم الشرف أن يحاكموا من أجل المدرسة العمومية، ولهم الشرف كذلك أن يحاكموا هذه المحاكمات السورية وهذه المحاكمات الرجعية. أقول أنهم دافعوا على المدرسة العمومية وكل الأساتذة متشبثون بحقهم، وندين ونحمل المسؤولية ديال الدولة اليوم اللي هو يوم الامتحانات واليوم ديال الحراسة والأساتذة يحاكمون، أي نموذج كيتقدم للأستاذ وأي صورة تقدم للأستاذ في المخيال ديال التلميذ. أن الأستاذ يحاكم لماذا؟ يحاكم لأنه يدافع على المدرسة ويدافع كذلك على الوظيفة عمومية له وللأجيال القادمة. نقول بأننا متشبثون بالرغم من كل هذه المحاولات البائدة اللي باغيين يفرغوا منها الشارع وحاولوا ما أمكن يرهبوا أبناء الشعب المغربي ويثنيهم على النضال من أجل حقهم العادل والمشروع في المدرسة والوظيفة العمومية. وتحية لكم.